السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه الاخبار؟ اتمنى تكونوا بخير، اتمنى تكون كل حاجه شرحناها المره اللي فاتت كانت واضحه معاكم. طيب احنا هنريكاب النهارده اللي احنا شرحناه المره اللي فاتت في 1 مينت، وبعد كده نخش دايركت في الفيديو. احنا قلنا المره اللي فاتت عندنا البروجكت بتاعنا متقسم 3 اجزاء، عندنا البيرنت بوم، عندنا التشايلد اي تي ال، وعندنا الكومن لايبرري. المره اللي فاتت شرحنا ان احنا مش هنشرح، يعني ان احنا مش هنبدا في يعني مش هنبدا فروم سكراتش في البيرنت بوم، وان احنا عملنا فيديوهات يعني فيديوهات بتوضح الكومن لايبرري، سوري البيرنت بوم، وازاي نعمل اليمينيتنج للبويلر بليت في سلسله كود على مكشوف. هنبص عليها في لينك في اللينكس في الاتاشمنت. اوكي، وقلنا ان احنا دلوقتي حاليا شغالين في التشايلد وبنعمل كل الفانكشنات في التشايلد. ليه تقول هنسبليت التشايلد ده شويه حاجات كومن بين كل الاي تي ال جوبز هنحطها في الكومن، وفي حاجات هنحطها في التشايلد بس. اوكي طيب، بعد كده شرحنا عندنا الانبوت والبري بروسيسنج والاي تي ال والاوتبوت، وشرحنا في الاول الانبوت ان الانبوت اي انبوت فايل او اي انبوت سورس بقى ليه شويه كونفيجريشن، وعملنا بارسنج للكونفيجريشن دي. ف كبايب لاين اول حاجه خلصناها دي ماشي، وعملناها في فانكشن يونت تيست لوحدها، عملناها انتجريشن تيست مع الفايل. النهارده ان شاء الله هنبدا في البارس انبوت داتا باستخدام سبارك، واحنا بنفترض ان احنا بنقرا من هدوب. وهنا لازم ناكد على النقطه اللي قلناها قبل كده، ان احنا الهدف الاساسي من سلسله الفيديوهات دي ان احنا نوريكم بايب لاين. يعني انت ممكن تعرف الستبس دي، والستبس دي انا بشرحها بسكالا وبشرحها بسبارك وبشرحها بكونسبت بتاع البيج داتا، لان الناس دلوقتي هو ده يعني الناس كلها دلوقتي بتموف البيج داتا، وده كور تارجت بتاع الكورس بتاعنا، ان انت تبقى بيج داتا انجينير وانك انت تفهم الدنيا بتمشي ازاي. وقلنا ان احنا السنتكس على سكالا او السنتكس على سبارك ده مش هو التارجت بتاعنا. اخر حاجه احنا قلنا برضو ان احنا الكود اللي بنكتبه دلوقتي هو لسه محتاج تو راوند اوف ريفاكتورنج. الراوند الاولى ان احنا نعمل لها دوكيومنتيشن، وان احنا ننضف الفانكشنز لو حاجات دوبليكيت، وان احنا نقسم الكومن لايبرري. الحاجه الثانيه ان احنا نبدا نهندل ايرور ونشوف لو في حاجه ليها اي سايد افكتس. واحد دي ادفانس سنه في السكالا، فممكن نخليها في الاخر مش تبقى في الاول. اوكي طيب، احنا زي ما شرحنا المره اللي فاتت نبدا من التيست. هنروح هنا على التيست، هنعمل ممكن كنترول شيفت ان على طول، هنعمل هدوب فايل هاندلر تيست. يعني انا افترضت ان في كلاس اسمه فايل هاندلر واعمل له تيست، ده كلاس. طيب زي ما قلت المره اللي فاتت، بس انا برضو عشان بس اختصر وقت معاكم، فانا عامل التيست كاتبها جاهزه عشان بس فيها داتا كتير، بدل ما اقعد اكتبها لاين باي لاين. فانا هاخدها كده جاهزه وهقعد ونشوفها مع بعض لاين باي لاين. اوكي طيب، ايه التيست دي؟ تعالوا نمسك لاين باي لاين. انا هنا عندي هدوب فايل هاندلر تيست باكستند الفانسيوت والماتشز والبيفور اند افتر والداتا سيت سيوت. اوكي داتا سيت سيوت بيز دي لايبرري عاملاها واحد اسمها هولدن، بتساعد احنا كومبير داتا سيت داتا سيت. احنا المره اللي فاتت كنا بنكومبير ايه؟ اوبجكت باوبجكت او فاليو بفاليو. هنا بقى عايزين نكومبير سبارك داتا سيت بي سبارك داتا سيت، او سبارك داتا فريم وسبارك داتا فريم. معلومه جانبيه هي مش مهمه قوي ان انت عارف، بس يعني عشان ما تلخبطش، الداتا فريم هي داتا سيت اوف رو. فاحنا لو قلنا داتا سيت اوف رو هي ايكوال داتا فريم. اوكي طيب، انا بفترض ان احنا هنا اهوت عندنا حاجه اسمها برام، اللي هو جوب برام اللي هنبصيها للاي تي ال اللي احنا عملنا اصلا. يعني لو احنا هنا اهوت هنا احنا اوريدي عملنا دي عشان هنبصيها هنا اهوت عشان تبقى دايناميك. افترض ان عندي حاجه اسمها برام وهو فار، يعني لسه هنابديته، ايكوال برام ديتيل اللي هو سوري طيب من برام ديتيل كيس كلاس. وافترضت ان عندي حاجه اسمها اي تي ال انبوت فايل، المفروض ان احنا لما عندنا فاريبل ثابت كده وهنحط له فاليو المفروض يبقى كله كابيتال، يعني المفروض هيكون اسمه اي تي ال انبوت عشان ده كونستانت، انبوت تيست سورس مثلا. حلو، انبوت سورس تيست، انبوت سورس تيست، انبوت سورس فايل تيست، فايل نيم تيست، يعني بطول شويه، او فايل ETL input file name test. اوكي مش لازم source عشان بس نختصر الاسم شوية. اوكي اوكي هاي بليز بس دي كده عشان دي ما بحبش الحتة دي. اوكي طيب، ايه اصلا الفايل ده؟ لو احنا هنا عند الداتا، انا هنا عندي حاجة اسمها روزون. روزون دي جواها ريكسون، جواها فايل underscore processing وفايل دوت سي اس في. احنا بنفترض ان الفايل ده هو اللي هنشتغل عليه، اللي هو هيبقى
نجي ندوسنا هنا وكبرنا دي كده شوية، اللي هو اي تي ال 4 جي اندرسكور بارت 2 دوت سي في اندرسكور بروسيسنج. انت ممكن تجنو ده بس حتى عشان لو عايز نلون نتفرج على شكل الداتا، لسه هنبص عليها دلوقتي. اوكي طيب نرجع تاني للكود هنا. بعد كده انا عملت سكيما. اوكي اكسبكتد سكيما، اكسبكتد سكيما بتاعتي يبقى شكلها عامل ازاي من فايل. انا عايز ادخل فايل، الفايل ده هوت حلو، يطلع لي ايه؟ يطلع لي الفايل كله زي ما هو، وهضيف عليه حاجه اسمها الفايل نيم، اللي هو الفايل نيم نفسه اللي هو ده، عشان جزء من الداتا لينج اللي اتكلمنا عليها المره اللي فاتت. طيب حد يسالني سؤال، هو انا بعمل تيست لسبارك؟ لا، انا واثق 100% ان الفريم ورك شغال مظبوط. تقول لي ايه ده يعني انت ما بتعملش تيست لسبارك؟ لا مش تيست لسبارك، انا بعمل تيست للتاتشات اللي بحطها فوق سبارك. انت عملت فانكشن فوق سبارك بتست ان انا عملت الحاجه اللي عملها فوق سبارك مظبوط، يعني انا كده باني اسامبشن ان الفريم ورك مظبوط. تقول لي طب افرض الفريم ورك مش مظبوطه؟ والله ما تستخدمهاش يعني، شوف لك حاجه تانية يعني. انا احنا مش بنتست، انا شخصيا بلاش نقول احنا يعني، انا والناس اللي شغال معاهم مثلا واللي شفتهم ما بنتستش فريم ورك، احنا مش هدفنا نتست سبارك شغال صح ولا لا، الا لو جالك باج كيس بقى يعني فعلا ساعات قابلتنا بس مرات قليله جدا يعني، مثلا في خلال 5 سنين قابلتني مرتين او 3 مرات يعني، ان يعني كان في سبيسيفيك بيهيفير في باج وبعتناه لسبارك الكلام ده، بس دي مش الكيس العامه يعني. اوكي طيب فانا متوقع ان يجي لي الداتا بالشكل ده. طب في سؤال، في سؤال هنا المفروض تساله، في حاجه مش ملاحظها هنا؟ اه صح، انت المفروض لاحظت هنا او شفت هنا ان كلهم سترنج كلهم ترو الاو نال. يعني struct تايب ده المفروض struct فيلد ده، لو جينا شفنا struct فيلد ده شكله عامل ازاي، هنلاقيه بياخد ايه؟ بياخد نيم وبياخد داتا تايب وبياخد از نالبل او نالبل وفيها كميه الداتا مش عايزينها النهارده. اوكي فبياخد ليست اوف الستراكت فيلدز دي، بس احنا قايلين ان الستراكت فيلد في الفايل مختلف. طيب اجابتي على السؤال ده يعني انا متوقع انكم تسالوا دلوقتي، ان احنا هنا مش بنتست ان الفايل الميتا داتا، ان الفايل ماتش الميتا داتا ولا لا. انا بقرا الفايل زي ما هو واضيف عليه الفايل نيم از كولوم، بقرا الداتا واضيف عليها الفايل نيم از كولوم، وبعدين في مرحلة تانية من الداتا هنشيك السكيما هل الريكورد ده فاليد ولا لا. مش هعمل كاستنج يعني، اصلا احنا لسه هنعمل كاستنج ده في اخر يعني في مرحلة المابنج. ما دون المابنج هنفترض دايما ان احنا لسه ما عملناش باسنج للداتا. طب تقولي ليه؟ ده سؤال حلو. هفتح هنا داش ملونة يعني شكلها حلو. انا هنا مثلا عندي ام زي، الام زي هنا بنل. طب انا هل انا المفروض ما اقراش ده لو هو مش نل؟ لا، المفروض اقراه وبعد كده ريجكته. مثلا هنا السيل بنل، هنا اللاج بنل، هنا التايم ستاب نال، هل دول هيجكتهم؟ اه، بس هل مش هقراهم؟ لا هقراهم. اوكي؟ طيب نرجع مع بعض. طيب فدي السكيما، وممكن لو انت بقى يعني ايه بتحاول تريح نفسك، انا بحاول اعمل كده مثلا، انا اعمل ايه؟ يو هنا اوبجكت سميه كونستانت. اوكي. ممكن اخد دول كده فيه عشان دول ما لهمش لازمه اليوم انا اهوت. اوكي حط ده كده كده اهو. اوكي واح يلو هنا كونستنت ده. اوكي بعد كده هاخدهم هنا اقول له امبورت كونستنت. اوكي طيب اول مرحله هعملها هنا، انا عامل امبورت للبيفور اند افتر. انا عايز في البيفور قبل ما ابدا اتست الجوب دي، عايز اكو ابارس الجيسون. هل انا اعمل في البيفور؟ لا، انت ممكن تاخدها وتحطها هناك في الكونستنت دايركت، هو يبقى فاريبل جاهز معاك. يعني انا ليه عايز اعملها كده؟ عشان انا عايز ليتر اون يبقى عندي في البيفور شويه حاجات از بريفيوس ستيب. طب ليه عايز بروفايد؟ عايز ليه اول حته عشان شتتك مثلا ناخد حاجه دي؟ لا، بس عشان احيانا قبل ما تبدا تيست الهادوب او السبارك فانكشنات يبقى عندك شويه حاجات تحطها في البيفور. فانا عايز اديك اكزامبل للحته دي، ده مقصود ان اعمل الحته دي. اوكي طيب هعمل كده اهوت. هو هنا محتاج نعمل كده، محتاجين ايه؟ محتاجين نقول له امبورت الفايل هاندلر دوت جيت ريسورس فايل نيم باس، نقول له امبورت لل جيسون اكستراكتور دوت جيت جيسون فروم فايل. طيب جميل جدا. طيب كده معايا البرام، ايه اللي بعد كده؟ طيب انا عملت ايه؟ انا عندي هنا الانبوت داتا هو الاندرسكور بروسنج، وانا بفتح عشان بس ملون يعني. اوكي
ممكن الون التاني برضه على فكره، بس يعني مش موضوعنا يعني. المهم انا دلوقتي عايز اخد الداتا دي كده، عندي 17 ريكورد، اخدهم هنا. ثانيه اقفل دي واقفل دي، مش محتاجينها. اوكي، وعايز اشوف الاكسبكت هل اعمل باسنج ليهم مظبوط ولا لا. هتقول لي بس يعني في ناس تقول لك ان، او في جنرال كونسبت ان كبيست براكتسز انك انت لما تعمل يونت تيست مش محتاج تعمل بيج داتا، يعني ال يو تيست مش بتعمل على 17 ريكورد، دي مش بيست براكتس. وان البيست براكتس انك انت تعمل على سيمبل يعني. طب انت عايز تضيف، عايز تيست على داتا كتير، بنابلاي بروبرتي بيست تيستنج. هتقول لي ايه ده، طب ما ليه مش بنجربها؟ او كان في حاجه غير بروبرتي بيست تيستنج، انت لو عايز تجنريت داتا اصلا، في هنا في اللايبراري دي في اصلا داتا سيت جنريتور. طيب احنا هنا مش هنعمل دي لسه، هنعملها بعدين برضه، بس انا هنا حاطط ستاتيك عشان بيتكلم على بدل ما فات ستاتيك انبوت، وهنشوف الاوتبوت شكله عامل ازاي. اوكي طيب انا دخلت يعني اشوف كورنت، تعال ناخد اول ريكورد مثلا هنا، هناخده كده مثلا كوبي، وتعالى نقارنه كده باللي انا حاطه هنا اهوت. طيب ايه ده، ادي الامزي، ادي الايمي، ادي السيل اهي، ادي اللاك اهو، ادي التايب، ادي التايم ستامب. طيب وانا اكسبكتد ان الجوب بتاعتي لما يدخل لها الريكورد ده هيطلع معاهم الفايل نيم. اوكي طيب انا عامل سيكونس اوف رو اللي هو السبارك رو جينيريك تايب يعني بتاع سبارك، وحاطط له الاوتبوت اهو. طبعا الحاجات النال هتفضل نال زي ما هي، مش هنشيلها. اوكي طيب يبقى لي حاجه بسيطه جدا، انا متخيل ان انا هيبقى عندي السيكونس ده هيبقى هنعمله كونفرت لداتا فريم. لو جينا هنا عملنا كده اوكي، هيبقى عندي سبارك دوت كريت داتا فريم من البارلايز للسيكونس ده والسكيما اللي احنا بصيناها هنا. اوكي طيب، طب الاكسبكتد، انا اكسبكتد ان يرجع لي ان الفايل لما ان يبقى عندي فانكشن، فانكشن دي اللي هي تبقى سبارك ريد ديليمتد فايل مثلا، هبصي لها الجيسون بارام وترجع لي والسبارك وترجع لي داتا فريم فيها داتا فريم فيها الداتا اللي في الفايل اللي في الانبوت باس. اوكي طيب هنعمل ايه دلوقتي، هنروح على السورس وهنكريت نيو كلاس اسمه هادوب فايل هاندلر. اوكي الهادوب فايل هاندلر ده هيكون جوه فانكشن اللي هي ريد ديليمتد تيست ده ديليمتد فايل. اوكي هادوب فايل اوكي. طب يجي سؤال حد يسالني كده، هو انت بتقعد تحط الهدوب فايل هاندلر فايل هاندلر مع بعض؟ لا، الطبيعي يعني لما هننظم الباكج بتاعتنا هيبقى عندنا اي او فانكشنز مثلا، اي او سوري اي او باكج، اي او باكج جواه كل الاي او كلاس او اوبجكتس او فانكشناليتي. اوكي بس انا دلوقتي مؤقتا مش بعمل كده، طبعا كل فانكشن زي كل كلاس بقى ليه هيدر بتاعه، بس مش بعمل كده برضه في الفيديو عشان نختصر الوقت شويه. اوكي وانا عايز اكتب، انا عايز اكتب كود معاكم فروم سكراتش، مش عايز اديكم كود جاهز، ان الكود اوريدي مكتوب طبعا فوق من اسبوع تقريبا على جيت هاب يعني، في اللينك موجود يعني. اوكي ويمكن اكتر كمان يعني. اوكي طيب هنعمل فانكشن ديف ريد ديليميتد فايل. اوكي طيب دي هتاخد ايه، هتاخد البرام اللي هو جوب برام ديتيل. اوكي وهتاخد سبارك از سبارك سيشن، هي سبارك سيشن. اوكي طيب جوه الفانكشن دي، جوه الفانكشن دي سيمبل هعمل ايه؟ طيب هقول له سبارك دوت ريد اوكي دوت اوبشن. طب الاوبشن دي انا عندي اكتر من اوبشن، اول حاجه عندي الديليميتد الديليميتر. اوكي الديليميتر هنا هو ايه؟ هيبقى مثلا هاخد بقى من البرام، ان انا عندي انا عامله دايناميك بيبصني البرام، هي مثلا انبوت ديليميتد فايل او سوري داتا فايل ديليميتر. اوكي بعد كده هيبقى عندي اوبشن تاني دوت اوبشن، سوري مش بقى كده دوت اوبشن. اوبشن ده هيبقى مثلا الهيدر، هل هو ليه هيدر ولا لا؟ هيدر هيبقى مثلا برام برام دوت هيدر، هل هو هيدر ولا لا؟ كده دوت سي اس في هديله البرام برام دوت الانبوت سورس باث بلس البرام دوت السافكس
حد بيسأل ايه هو السافكس. انا شرحتها بصراحة في الحتة اللي هي بتاعت الفيديو اللي هو الاول، اللي هي حتة اللي هي underscore processing. يعني هيبقى عندي CSV فكان في البري بروسيسنج بعمل له underscore processing عشان اعرف ان دول اللي جو بيشتغلت عليهم، ودول هيبقى ليهم نفس الباتش اي دي دايركت. واحنا شرحنا ايه هو الباتش اي دي في الفيديو الاول. طيب هنا هو المفروض اللي يحصل ايه؟ حلو، ده سؤال حلو. المفروض يبقى نقول مثلا دوت تو. طيب انا كده خلصت الفانكشن هنا، بس فانكشن احنا اصلا المفروض ايه؟ المفروض ريد ديفولت فايل، ريد ديليمتد فايل ده المفروض هي بتعمل ايه؟ بت باس، بيباس لها بين باس ليها حاجه كمان، ايه هي؟ الفايل نيم. فانا هعمل ايه؟ قبل الفايل نيم هبدا اضيف، او اول حاجه نيم الكول، من سباك باي ديفولت بينيم الكول اندرسكور سي 0 اندرسكور سي 1. فانا هعمل ايه؟ هقول فال الانبوت، الانبوت كولز نيمز مثلا، كولوم نيمز دي مثلا سيكونس، دي سيكونس اوف سترينج، دي هتساوي البرام دوت سوري دوت الانبوت سكيما دوت ماب، وان ماب ليست دي ليست اوف كيس كلاس دي لي اندرسكور دوت كولوم نيم. طبعا انت الاندرسكور دوت كولوم دي نيم دي هي اكس دوت اكس دوت كولوم نيم، بس انا ما بحبش الستايل ده، في ناس تحبش تصدق، فيعني هي بريفرنس يعني. اوكي طيب، وبعد كده هنقول له هنا ايه؟ هنقول له دوت تو دي اف اوف ده. طيب فاتو نيم اللي هي الليست دي للحاجات دهي. طيب يبقى انا حاجه واحده، انا اصلا عامل فانكشن دي عشان ايه؟ عشان اضيف ليها فايل نيم. هتقولي طب ايه ده؟ طب ما انت ما تعمل فانكشن تريد ده بس، وفانكشن ثانيه تريد ده وذ فايل نيم. هو انا فعليا دي مش محتاج اعملها فانكشن، هي اوريدي جاهزه، الا لو هي بتكومن معاك في كل بروجكت ومش ومحتاجها مره وذ فايل نيم ومره وذاوت فايل نيم. طيب فهنعمل ايه هنا؟ ان انا هروح اوكي طيب هعمل ايه؟ اقول دوت ويز كولوم، هزود كولوم، هسميه ايه؟ هسميه فايل نيم، وهقارنه بايه؟ او الفايل نيم ده هيبقى ايه؟ الفايل نيم ده هيبقى جيت. طيب خلينا دلوقتي قبل يعني هنعمل فانكشن ثانيه، الفايل ده هيبقى ليت اوف مثلا فايل نيم، سم فايل نيم مثلا هنا سم فايل نيم. اوكي طيب هي ايه ليت دي؟ المفروض لو جينا هنا البهوات من سبارك عندهم الفانكشن دي جاهزه اصلا اوريدي، دوت فانكشنز دوت ليت. صح اوكي، بس انا عايز حاجه تمانية، انا عايز غير ليت، عايز ايه؟ انا عايز برضو انبوت فايل نيم، وعايز الليت، وعايز الانبوت فايل نيم. طيب خليها كلها دلوقتي، وبعد كده ايه نبقى نشوف احنا عايزين ايه، ونبقى نيليمينيت الامبورت. طيب هعمل فانكشن تانية. حلو، فانكشن تانية دي جيت فايل نيم فروم باث يو دي اف، جيت فايل نيم فروم باث خلاص. اوكي ودي هتبقى يوزر ديفاين فانكشن، سبارك يوزر ديفاين فانكشن، ودي هتبقى ايكوال UDF of هتاخد string و string و هتاخد هتعمل ايه؟ هتقول له input underscore split. split على ايه؟ على ال slash، بعد كده هناخد اخر part dot last، بعد كده اخر part اخر part هنعمل له split تاني. سبليت على على ايه؟ على دوت، فكده يبقى عندي مثلا 4G دوت سي اس في اندرسكور بروسنج، فاخد الفايل نيم بس من غير الاكستنشن. جيت فايل نيم مثلا، ممكن اسميها هنا جيت فايل نيم without اكستنشن. طبعا يعني بصراحه بقت طويله قوي، بس خليها في جيت فايل نيم بس دلوقتي مؤقتا، وهنبقى نرنمها بعدين. اوكي طيب هنا المفروض ايه؟ واحنا فضل ما نسبليت اللاست دوت سبليت، يبقى عندنا جزئين، المفروض هيبقى الجزئين دول عايزين ناخد منهم ايه؟ دوت هيد. اوكي طيب خلينا نعملها فال، وبعد كده هنا بدل ما هي ليت تبقى جيت فايل
from path define name from path ونديها ال input define name. اوكي طيب هنا طبعا بقى يعني انت لو مش عايز تستخدم كل دول مثلا انت عامل ايه، هات منها ده اللي هو الانبوت فايل ده وهات منها اليو دي اف، صح كده؟ كده صح. طيب دلوقتي المرحلة اللي بعد كده ايه هي؟ ان احنا نروح هناك ونتشيك هل هي مظبوطة ولا فيها اي اخطاء، لان هي انت في الاخر مش زي ما قلنا مش بتست السبارك فريم ورك، انت بتست الهدوب. فكنا نجي مع بعض احنا عملنا سبارك دوت ريد، ادينا له الاوبشن بتاع الديليمتر، ادينا له الاوبشن بتاع الهيدر، ادينا له الاوبشن بتاع السي اس في، ادينا عملنا رينيم للكولوم باستخدام الانبوت دي، وبعد كده عملنا ويز كولوم سميناه الفايل نيم، فايل نيم ده المفروض يبقى سترينج المفروض ما يبقاش نلبل، ده المفترض يعني. وبعد كده بعد كده المفروض بعد ما نبص الفايل نيم يبقى الكود خلص. طيب نروح عند التيست ونقول له بدل الايميتي داتا فريم دي هنروح قايلين له خد ده ونقول له امبورت الهادوب فايل هاندلر دوت ريد فايل. اوكي طيب تفتكروا يعني اشتغل اول مره، تعال نشوف. اوكي المفروض لو احنا في افضل الظروف يعني الفانكشن بتاع السيت داتا سيت او داتا فريم زي ما قلنا ايكوال دي رنت مظبوط، فاحنا كده يبقى خلصنا الريد انبوت داتا. يبقى لنا مرحلة بعد كده الا وهي ان احنا يعني تعالوا كده لغايه ما هي ترن، شوف ممكن ما باس بس تعال نشيك. احنا كده عملنا باس للانبوت داتا، دلوقتي عايزين بقى نفاليديت السكيما. خبك احنا لسه ما عملناش بارسنج او كاستنج، عملنا بس فاليديت بارس للانبوت. فنعمل بقى فانكشن ثانيه فيها شويه يوتيلتي، خلاص هي كده رنت مظبوط مفيش اي مشاكل. طيب كده خلصنا الجزء ده، اشوفكم بخير، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.